أهلا بكم من جديد. نافذة ثقافية وإبداعية تفتحها مصر من اليوم، نافذة على العالم الخارجي لتتعرف وتتواصل مصر مع العالم الثقافي، العالم الإبداعي، ولتعرف أيضا العالم بمرحلة الإبداع التي وصلت إليه مصر. كل هذا من خلال صفحات الكتاب. ينطلق اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا المعرض الذي استطاع أن يخطو خطوات ثابتة طوال السنوات الماضية وأن يضع نفسه في مكانة المعارض العالمية أسوة بمعارض مثل معرض فرانكفورت الدولي. ينطلق اليوم معرض الكتاب بالكثير والكثير من الفعاليات الثقافية والتواصل ما بين النخبة، نخبة المثقفين والمبدعين، وأيضا الجمهور العريض بمختلف فئاته وطوائفه. للمزيد من المتابعة حول معرض الكتاب معنا عبر الهاتف الأستاذة هالة فهمي، الكاتبة والروائية. صباح الخير يا فندم. أستاذة هالة؟ ايوه صباح الخير. صباح الخير يا فندم، وكل عام وانتم بخير. يعني بيعتبر معرض الكتاب السنوي بالنسبه لكم حدث هام جدا بتنتظروه من العام للعام. اللي بيمثله معرض الكتاب لنخبه المثقفين والكتاب في مصر؟ الحقيقه هو المعرض بيمثل لمصر كلها ويمكن للدول العربيه المحيطه بينا عرس ثقافي كبير جدا بنلتقي فيه جميعا. بيبقى فيه مزيد من اللقاءات اللي ممكن ما بتتمش على مدار العام، لقاءات فكرية وثقافية، في مناقشة كتب، في يعني بنطلع على الإبداعات الجديدة للزملاء من الوطن العربي. الحقيقة بيبقى في نوع من اللقاءات اللي بيبقى المثقف محتاج لها أكتر من مرة في السنة، ولكن هي بتتم على في هذا اليوم بشكل الحقيقة في نوع من الثراء. وأعتقد إن السنة دي هيبقى في شكل جديد وفي اسماء جديده وهيبقى معرض مختلف. طيب دائما ما كانت بتوجه اتهامات لنخبه المثقفين والكتاب انهم يمكن بمعزل عن الجمهور العادي، شايفه حضرتك معرض الكتاب بيبقى فرصه دائما للتواصل مع الجمهور العادي؟ مؤكد، لان المبدعين بيبقوا موجودين بكتبهم ويعني متواصلين على الجمهور ان هو يسعى اليهم، على الجمهور ان هو يحاول يتواصل ليهم. يعني يعني انا بناشد الجمهور المصري ان معرض الكتاب ما بقاش مجرد نزهه في شوارع المعرض علشان نروح نتفرج ونمشي، لا، حاولوا ان احنا نستفيد من الفعاليات الثقافيه الموجوده، ان احنا ندخل المخيمات الابداعيه ونحاول ان احنا نناقش ونخرج برؤيه واحده، خاصه ان المعرض السنه دي الحقيقه القائمين عليه يعني كانوا بيعملوا حاجة جميلة جدا، سواء كان الدكتور هيثم الحاج علي أو الدكتور محمود الضبع وفريق العمل اللي معاهم، إن كانوا بيطرحوا على شبكات التواصل الاجتماعي الأفكار اللي هيتم تنفيذها. يعني اللقاءات الفكرية، لقاء كان بيطرح اسم الضيف وبيطرح سي في كاملة عنه وبيطلب الرأي. إذا استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل في التواصل والتحفيز أكثر للمشاركة في هذا المعرض. الكاتبة الروائية الأستاذة هالة فهمي، نشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. إذن يمكن كما تابعنا بينطلق المعرض هذا العام تحت اسم الكاتب الكبير الأستاذ جمال الغيطاني. نتابع سويا هذا التقرير واللي بيحاول أن يلقي ضوء على أهم أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. تحت شعار الثقافة في المواجهة يأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 47، والذي يستمر حتى 10 فبراير. يتضمن 560 فعالية مقسمة بين الندوات ومناقشات الكتب وورش الأطفال وعروض فنية وموسيقية ذات طابع شبابي أو تراثي على المسرح المكشوف. المعرض هذا العام يضم عددا من الأنشطة الجديدة، منها ذاكرة المعرض حيث يعاد عرض ندوات شهيرة قدمها رموز الفكر المصري والعربي على مدار العقود الثلاثة الماضية. كما تقدم ذاكرة المعرض 30 ندوة لشخصيات بارزة ولعدد من الشعراء. تقام هذا العام معارض للفن التشكيلي بالإضافة إلى تنظيم مهرجانين للرسم على الأسفلت، وسيشارك فيه الكبار والصغار. كما سيشارك ممثلون من أكاديمية الفنون للمرة الأولى في المعرض، وتم إطلاق أسماء كبار الشعراء سواء الراحلين أو الذين ما زالوا على قيد الحياة على الأمسيات الشعرية في المعرض. يتضمن نشاط المقهى الثقافي بالمعرض هذا العام عدة محاور، منها مناقشة للروايات الحديثة ولقاءات مع كتاب وشعراء وشخصيات عامة. كما يختتم نشاطه يوميا بحفل فني،
ويقوم برنامج كاتب وكتاب هذا العام على 3 محاور رئيسية. الأول الكتب الصادرة عن مكتبة الأسرة، أما المحور الثاني فيتمثل في مناقشة الكتب الصادرة حديثا سواء عن هيئة الكتاب أو عن دور النشر والمؤسسات الحكومية، ويهتم المحور الثالث بمناقشة الكتب ذات التأثير على الفكر العالمي. ويقيم المعرض عددا من الاحتفاليات الفنية يشارك فيها مجموعة كبيرة من الفنانين، كما يقيم ندوات عن المسلسلات الدرامية، وتحل البحرين ضيف شرف على المعرض، كما تم اختيار الكاتب الراحل جمال الغيطاني ليكون شخصية المعرض. معرض القاهرة الدولي للكتاب هو محور حديثنا. هذا المعرض ما الذي يمكن أن يتيحه للجمهور المصري العادي وأيضا نخبة المثقفين والمبدعين في مصر؟ أين وصل هذا المعرض بعد هذه الدورات المتتالية؟ للحديث حول معرض الكتاب يسعدنا أن يكون معنا في استوديو هذا الصباح الأستاذ حزين عمر، سكرتير عام اتحاد كتاب مصر. صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح الخير. طيب خلينا قبل ما نبدأ نتوقف سريعا عند مجموعة من الأرقام. المعرض هذا العام بمشاركة 34 دولة، منهم 21 دولة عربية وإفريقية، 13 دولة أجنبية و850 ناشر، وفيها تقام 560 فعالية رسمية، 12 نشاط بمعدل حوالي 50 فعالية يوميا. هذا المعدل وهذه الأرقام هل تراها طبيعية؟ هل نحن بحاجة إلى المزيد ربما؟ هو يكفي أن المعرض بدأ يسترد أنفاسه بعد فترة طويلة من الاضطرابات. في بعض الأحيان أو في بعض السنوات كان الناس يتحدثون عما إذا كان سيعقد المعرض أو لا يعقد. نعم. وعقدناه في بعض السنوات سدا لخانة على ساحة الخريطة الدولية بالنسبة للمعارض، وإلا سحبت من قائمة المعارض، يسحب منا هذا التوقيت، وبالتالي كان الإقبال شبه معدوم بالنسبة للجماهير، الضيوف لم يكونوا يشاركون، يعني كان سد خانة باختصار، وكان نفقات ذهبت هباء. هذا العام نتيجة للظروف السياسية، ظروف سياسية بدون شك، بدون شك كانت الظروف السياسية عقب ثورة 25 يناير مباشرة بدأت مثل هذه الاضطرابات. نعم. وكان ممكن جدا يكون بيئة خصبة لأي أعمال تفجيرية أو شيء من هذا القبيل. نعم. هذا العام اختلف المعرض بشكل كبير جدا لأسباب عامة وأسباب تخص العمل الثقافي المباشر. بالنسبة للأسباب العامة، أصبحت البلد الآن في حالة أمنية بسيطة وعادية وميسرة، لم يعد هناك أي هاجس أمني يقلق الناس أو يزعجهم، لا جمهور ولا مفكرين مشاركون ولا دول قادمة إلى المعرض هذا العام. الأسباب الخاصة أنه يأتي معرض هذا العام في دورته 47 في ظل وجوه جديدة على المستوى الثقافي الرسمي لم تكن هي الوجوه التي اعتدناها في الدورات السابقة، ابتداء من حلم النمنم وكوزير للثقافة، ثم بعد ذلك رئيس هيئة قصور الثقافة الدكتور محمد الفضل، على نطاق ثم دكتور هيثم الحاج علي المنظمين المسؤولين، يعني تمام على مستوى المنظمين، وسبب النجاح الأكبر أو الفشل يعود إلى هؤلاء المنظمين بالدرجة الأولى، لأنه لما نتحدث عن وضع أمني كان مضطربا في فترة من الفترات، فلا ذنب لأحد في هذا. إنما نتحدث الآن عن آلية جديدة دخلت، عن عقول جديدة يمكن أن تضيف شيئا ما وتسعى إلى الإضافة. فالملاحظ أنه القيادات الثقافية التي كانت تدير هذا العمل كلها هذا العام وهذه الدورة جديدة، سواء وزير الثقافة أو رئيس هيئة قصور الثقافة أو رئيس هيئة الكتاب ونائب رئيس هيئة الكتاب ووجوه أخرى أصبحت جديدة، يمكن أقدر أقول مع الأستاذ حلمي النمنم، الدكتور هيثم الحاج علي، الدكتور أبو الفضل بدران، الدكتور محمود الضبع، الشاعر أشرف أبو جليل، دكتورة سهير المصطفى، مجموعة كبيرة من الوجوه إضافة إلى خبرات سابقة أيضا. طيب هذه الوجوه الجديدة مع الاستفادة من الخبرات السابقة، ما الذي يمكن أن نقول أنها قدمته في معرض هذا العام؟ هذا العام أنا أرصد على مدى الدورات السابقة هذا الاحتكار الذي كان شبه دائم لمواقع بعينها داخل المعرض، زي الأمسيات الشعرية مثلا الأساسية، الحوار الفكري، أشكال من هذه الأنشطة
كان حكرا على أسماء بعينها تتردد وتنتقل من سنة إلى سنة، إلى درجة أن الناس ملت والجمهور لم يعد يحفل بهؤلاء الضيوف المنتظمين والدائمين والأبديين. هذا العام أنا نظرت في مجمل الأنشطة، سواء مائدة مستديرة أو نشاط فني أو هناك وجوه جديدة تشارك أو مخيم الإبداع أو غيره، أصبح التمثيل أقرب إلى الواقع، لا أقول واقعيا 100%، إنما أقرب إلى الواقع الثقافي. جميع الوجوه أو أكثرية الوجوه مشاركة، الطيارات المختلفة مشاركة، وإن غاب جحفل من المتطرفين الذين فرضوا علينا في دورة مرسي. طيب سنتحدث عن الوجوه الجديدة من الناحية الرسمية وناحية التنظيم والوزير والفريق المعاون. نتحدث أيضا على الوجوه الجديدة، كنت تتحدث عن المشاركات أيضا، وأننا سنرى ربما وجوه تمثيل الطائرات المختلفة، تمثيل الطائرات المختلفة على المستوى الثقافي، وتمثيل الأجيال وتمثيل الأقاليم. يعني لم يعد هذا المعرض معرضا مركزيا للقاهرة وساكن القاهرة فقط، بل شارك أدباء مصر من جميع المحافظات تقريبا في وجوه عدة من وجوه المشاركات، سواء الأمسيات الشعرية أو الندوات الفكرية أو الموائد المستديرة أو مخيم الإبداع. وربما كان لهيئة قصور الثقافة دور مهم جدا في الربط بين هذا الحدث المركزي في القاهرة، المركزي الدولي الكبير، وبين مثقفي مصر خارج العاصمة. فإضافة إلى أنه إحنا مع الوجوه الإدارية الجديدة والقادة الجدد للحركة الثقافية الرسمية، وجدنا كسرا للاحتكار السابق في الدائرة التي كانت تدور حولها هذه الدورات السابقة لمعرض الكتاب، لدرجة أنه بعض الأسماء الكبيرة جدا كانت تحضر أمسيات شعرية ولا يجد 10 من الجمهور يتفرجون عليهم أو يسمعونهم، لأنهم ملوا هذا الوجه أو هذه الوجوه الدائمة. المرة دي هنالك تجديد بقدر كبير، وكما قلت لم يغب عن هذه الدورة إلا وجوه التطرف التي هاجمت على المعرض واستولت عليه أيام محمد العياط. كانت هذه الدورة دورة يعني كما كنا نقول جمعة قندهار في ميدان التحرير، كان معرض قندهار أيضا في هذه الدورة لهذه الدرجة. طبعا احنا كلنا ما كنا نتابع عن بعد، يعني لم يعد هذا محفلا للثقافة ولا مقرا للمثقفين ولا فكرة للتواصل بين المبدع والمتلقي ولا أشياء من هذا القبيل، كان استعراض للحى وال. طيب على ذكر هذه الفئات وهذه الفصائل والأفكار المتطرفة التي قد تبثها والأفكار المغلوطة أيضا الدينية، ونحن للأسف يعني هناك إلى حد كبير جدا أمية دينية لدينا إن صح التعبير، يعني لا نريد أن نضخم الأمور ولكننا لدينا للأسف. كيف يمكن لمعرض الكتاب أن يساهم في ذلك، خاصة وأن هناك ربما تكون الكثير من الاتهامات الموجهة إلى نخبة المثقفين والمبدعين أنهم يتحدثون في وادي والجمهور في وادي، وهناك ربما خطاب لا نريد أن نقول تعالي ولكن لغة ربما لا يفهمها العامة. تمام هو يعني قد أتفق بعض الاتفاق معك في أنه المعرض نخبوي بعض الشيء، يعني هو صحيح مفتوح للجميع لكنه يناقش قضايا المفروض أنها متخصصة تصب في خدمة الكتاب. الكتاب هو عماد الثقافة في العالم كله، يعني حواليه بقى يخدم عليه الإعلام، يتخدم الصحافة، خدم الانترنت، الوسائل الحديثة، لكن الثقافة الثقيلة هي الكتاب، الثقافة الباقية هي الكتاب. المعرض وسيلة لترويج هذه السلعة الثقيلة أو العماد الأساس للثقافة في أي بلد ولمدة بعينها، فهو مرتبط بموضوع أساس الكتاب وطريقة الترويج له وعرض ما يعرضه الكتب ومناقشة الكتب واستدعاء من يبدعون الكتاب إلى آخره. يعني المحور هنا في الأساس هو الكتاب، فهو موضوع أساس ومتخصص. ثانيا المعرض موسمي، يعني فترة بعينها من كذا إلى كذا، حوالي أسبوعين، لا يمكن أن تحل مشكلة التطرف الديني ولا لا بالتأكيد لا، ولكن نتحدث عن, عن, عن ربما تحفيز الشباب للمشاركة في هو وسيلة أنه يصبح تصبح الثقافة حدثا عاما على مدى عدة أيام. يعني هتلاقي
كل قنوات التلفزيونات الموجودة في القاهرة، القنوات العالمية والمحلية والعربية إلى آخره، موجودة في معرض الكتاب، وتلتقط كل يلتقط ما يشاء حتى لو كان موجهاً وجهة تخصه. الكتاب يظل هو الكتاب، يعني كنا نتحدث في الصباح أنه هناك الكثير من التطبيقات على شبكة الإنترنت والتي يمكن من خلالها تنزيل كتب عالمية قد يكون أثمنها يعني باهظة الثمن، ويمكن تنزلها على شبكات من خلال شبكات الإنترنت. ولكن قراءة كتاب عبر شاشة الإنترنت مختلف تماماً عن قراءة كتاب بمفهومه التقليدي. مختلف تماماً. كما تريناني الآن أنا أمسك في يدي قلماً وأنت كذلك، ربما بشكل لا شعوري مثلاً. نعم. الناس الآن تستخدم الكيبورد مثلاً، لكن هل هذا ينفي؟ يعني يبقى موجود. متعة التعبير المباشر والالتصاق المباشر برمز الفكر والإبداع والانثيال العقلي على مدى آلاف السنين، الألم أو الريشة أو كذا أو كذا. يبقى الأساس هو هذا، وإن كانت الوسائل الأخرى تخدم بطريقة ما عليه. والمعرض بناء على هذا لا يعالج أو لا يكتث فكرة التطرف من جذورها، إنما يلفت الأنظار إلى قضايا تناقشها الكتب. والكتاب يبحث في مسألة التطرف، وكثيرون من المفكرين لديهم إبداع في مواجهة التطرف، ولديهم فكر إسلامي مستنير، ولديهم مواجهة لهذا التطرف. وأنا عندي مثلا كتاب اسمه الحرية في الإسلام، واحد من هذه الكتب التي تبحث في تأكيد مفاهيم الحرية في الإسلام بشكل يتفوق على هو مطروح الآن في كل الحضارات الغربية. يعني الإسلام دين الحضارة بدين دين الحرية أكتر من أي شعارات لحقوق الإنسان ولا غيره، ولكن هذا يمكن تكون بقعة سوداء قاتمة في الذهن العربي والإسلامي الآن. هو يتصورون الإسلام الناس بتذبح في داعش، وناس بتعتدي على حقوق الآخرين، وناس تمنع المرأة من العمل وكذا. الإسلام فيه حرية مطلقة تقريبا فيما يخدم البشرية ويبني العالم، وهذا ما تعرضت له في كتاب الحرية في الإسلام اللي هو موجود قيد النشر الآن في هيئة قصور الثقافة. فالكتب هكذا تناقش هذه القضايا، وينبغي أن يكون المعرض دافعا لأن نفكر في حل جذري للتطرف المزمن الذي بدأ يبث سمومه منذ عام 1928 في مصر، وما زالت سمومه سارية حتى الآن، ونواجهها بالقوة وأحيانا نخمدها ثم تشتعل. هي بحاجة لتضافر جهود عديدة، يعني تمام. جهود ثقافية وفنية. المعرض يحرض على أن احنا نلتفت إلى مثل هذا. المعرض هيقول ده انه احنا يا جماعة لازم نواجه التطرف بشكل جذري، ويبقى في حرب فكر في مواجهة فكر منحرف، لان هي فكرة التطرف فكرة كما نقول فكرة، والفكرة قد تكون ضارة للبشرية وقد تكون مفيدة، فعلينا ان نطرح ولا يتم مواجهة الفكر في كثير من الفكر الايجابي في مواجهة الفكر المنحرف والسلبي، زي ما كانوا السوفسطائيين زمان ايام اليونان بيدعو الناس إلى مفاهيم بعينها، طلعت أفكار أخرى بتواجه هؤلاء السوفسطائيين، ما اكتفوش بالإعدام ولا بالقتل ولا بكذا ولا بكذا. هذه مواجهة يعني سريعة وعاجلة وعملية جراحية، لكن في النهاية خالص قد تتجدد الجرثومة، ويحدث هذا منذ عام 28. فالمعرض يشير إلى هذا وينبه إلى هذا، وعلينا أن ننطلق بقية بقى ال 12 شهر نعمل في القرى وفي النجوع وفي النوادي وفي التجمعات وفي المناسبات الاجتماعية خطة كاملة لمواجهة التطرف. وأنا أعملها بهذه المناسبة أيضا، أعمل حاجة اسمها كتائب الوعي، خطة تنفيذية لتكفيف التطرف من منابعه، ومقدمها للأستاذ حلمي النمنم زميلنا وصديقنا عشان تبحث كخطة رسمية تشارك فيها وزارة الثقافة والشباب والرياضة. هل ما نتحدث عنه، يعني الاستفادة من الأطروحات والمناقشات كل ده يطرح في المعرض، وينبغي ولكن الاستفادة تبقى الاستفادة، يعني حتى لا تكون المناقشات فقط في أروقة مغلقة أو في أروقة المعرض. تمام. مرحلة الاستفادة منها فيما بعد. هو احنا بنوجه كلمتنا هذه من خلال المعرض للسلطة التنفيذية بالدرجة الأولى، وربما للسلطة التشريعية كذلك، بنقول لهم في كذا المفكرون يستطيعون أن يحلوا مشاكل مصر جميعا
بدون استثناء في مجال الفكر ومسألة التطرف والإرهاب ومسألة الاقتصاد وما إلى آخره، نستطيع ولدينا حلول لكل مشكلات هذا الوطن، لكن أن تكون هناك خطوط اتصال بين المنفذ والمفكر، أو من يستطيع أن ينفذ ومن لديه خطط نظرية وكثيرة. اختبروا هذه الخطط وجربوها، إذا نجحت يبقى أنقذنا هذا الوطن وسريعا، إذا فشلت طيب. فلن نخسر شيئا، لن الفشل لا طيب. يعني خسارة. بما أننا ذكرنا الوسائل التكنولوجية والوسائل الحديثة، على ما يبدو أيضا المعرض هذا العام قرر أنه يستغل هذه الوسائل، يعني كان معنا اتصال مع الأستاذة هلا فهمي، قالت أنه هيتم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجمهور، رصد السلبيات، رصد الملاحظات. كان معنا أيضا هاتف في الصباح تحدث عن تطبيق عم أمين لعملية ربما سرد وفهرسة وتسهيل عملية زيارة المعرض للزوار والبحث، عملية البحث بشكل عام. تمام. يبدو أن هناك استغلال أيضا للتكنولوجيا للتواصل تمام. مع الأجيال الجديدة. ضروري، يعني التكنولوجيا وسيلة حل بالنسبة لكل القضايا، وليست التواصل المؤقت مع الجمهور في المعرض، وأظنها بدأ تطبيقها منذ عدة سنوات، إن في شاشات عرض في 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 المعرض، إن في إذاعة داخلية، إن في إدارة إعلام بتفرز أخبارا فورية وهكذا، يعني وفي مكاتب موجودة، يعني مسألة التواصل التكنولوجي والتوصيل مع الناس وتوجيه الناس بدأت ربما منذ دورتين من المعرض. لكن اللي ممكن نقوله السنة دي مثلا ان ضيف العرض مختلف شوية، قصدي ضيف الشرف، انه المعرض هذا العام يحمل اسم الراحل جمال الغيطاني، انه عمل لفتة بسيطة كده اسمها في حب فلان، يعني فقرة كده يومية، هي لم تكن موجودة لم تكن موجودة، يعني في حب فلان ناس فقدناهم في خلال السنة الماضية، اسماء كثيرة جدا للأسف، وعلى رأسهم واهمهم بدون منازع الشاعر الكبير الرائد الدكتور اللواء حسن فتح الباب. وبرضو هذا يمكن أنا أعتبره عتابا على الأستاذ حلم النمنم وصديقين هيثم الحاج علي والدكتور أبو الفضل بدران، أنه كيف لا يحمل مثل هذا المعرض اسم حسن فتح الباب، أكبر شاعر عربي في ربع القرن الأخير. هو الرجل ليس من حيث السن فقط 93 سنة حين مات منذ عدة شهور، بل هو رائد كبير لتجديد القصيدة العربية، هو مفكر، هو صاحب موقف وطني وسياسي عظيم جدا، هو كاتب للسيرة الذاتية، هو ناقد كبير، هو مؤرخ، هو أستاذ القانون الدولي، هو أستاذ لمجموعة من وزراء الداخلية، يعني ربما سيكون له نصيب، ليس له نصيب غير اللفتة دي الصغيرة اللي بقول لحضرتك عليها، زي أحفاده من اللي ماتوا برضو في خلال هذا العام. وأنا بالمناسبة مع اعتزازي بالمرحوم الأستاذ جمال غيطاني صديقنا وزميلنا، وأجد أنه جدير بكل هذا الاحتفاء، لكن الأستاذ جمال غيطاني واحد من تلاميذ حسن فتح الباب، وربما من أحفاده علميا على المستوى العلمي والإبداعي، وكان ينبغي أن نتوقف عند حسن، يعني بالتأكيد سيكون له نصيب بالتأكيد في دورات قادمة. على أي حال يعني كل التمنيات للمعرض هذا العام، لأنه حدث هام جدا بيضع مصر على خريطة الثقافة والإبداع العربي والعالمي. الأستاذ حسين عمر سكرتير عام اتحاد كتاب مصر، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبالتأكيد سنتابع معكم فعاليات معرض الكتاب على مدار الأيام القادمة. أشكرك جدا. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا، غدا لقاء يتجدد، وهذا الصباح وأسرة جديدة، إلى اللقاء.